فدلوقتي قدام فايلر حل من الاثنين، يا اما هيأيد كريم نيدفيد ويجيب صفقه واحده بس، وده على فكره يعني وضع ممكن يحصل بس كريم نيدفيد هيبقى بالنسبه لمستر ريني فايلر اللي هنتكلم عن اللاعب، هو ما شافهوش برضه، ما شافوش بس يعني اكيد في تقارير واكيد في لجنه تخطيط واكيد في جهاز معاون يقولوا ان كريم نيدفيد ده اكيد يعني كان لعيب اساسي وكان لعيب مهم ولعيب خصوصا في ظل اصابه حمدي فتحي اللي هي لسه مش يعني طويله اللي خلي بالك برضو من نقطه مهمه جدا ما حدش واخد باله منها، اصابه حمدي فتحي اصابه قويه جدا وهي نفس اصابه كريم نيدفيد وهو كمان النظام دلوقتي العالمي في الاصابه ديت العلاج بحاجه بيقولوها اسمها الخياطه مش بالاستئصال، كان زمان بالاستئصال يعني طريقه علاج كده يعني ممكن بيخف في وقت قليل بس بيبقى ليها اثار كبيره جدا بعد 10 سنين مثلا على اللاعب في حركته في كل حاجه، فهو دلوقتي بقى النظام الجديد حاجه اسمها خياطه للغضروف دوت، فدي اصابه ممكن تاخد لها 6 شهور على الاقل. فالنهارده الاهلي يعني برده فكره وخصوصا حمدي فتحي واضح ان ريني فايلر مش مقتنع بشكل كبير قوي باليو ديانج ومش مقتنع بحسام عاشور بشكل كبير، رغم ان اليو ديانج لما بينزل بيعمل لا، وامبارح مثلا اليو ديانج ما كانش مستوى امبارح مثلا كان تسبب في هدف بني سويف مثلا لا واضح ان هو لسه عنده محتاج شغل كتير، حتى لو هو خامه مبشره بس هو محتاج شغل كتير. انت عايز انت لو انت محتاج لعيب او الاهلي محتاج لعيب اكيد محتاج لعيب يلعب ويلعب بشكل اساسي، خصوصا ان هو الاهلي عينه على افريقيا مش عينه على الدوري او عينه على الكاس، عينه الاول على افريقيا. افريقيا منافسات مختلفه، غلطه زي اليو ديانج دي يعني ممكن امبارح مثلا مع بني سويف كانت تعدي ما تخشش جول مع انها داخل الجول، بس ما اعتقدش مع اي نادي كبير في افريقيا زي الوداد زي الترجي كانت مش هتبقى جول، كانت هتبقى جول 100% بقى. فاحنا النهارده في اخطاء مثلا الاهلي لا يتحملها الفتره الجايه، خصوصا ان هو هدفه الاساسي بطوله افريقيا، فهو دلوقتي ما فيش اقتناع كبير باليو ديانج، ما فيش اقتناع كبير بحسام عاشور، وحمدي فتحي مش موجود. حسام عاشور حسام عاشور اساسا ما بيلعبش اساسي خالص، ما بيلعبش اساسي ولكن لا هو ما بيلعبش اساسي نهائي بالظبط، ما هو مش موجود اساسا في الحسابات، ولكن بيبقى ان حسام عاشور من كبات النادي الاهلي الكوادر تمام. بس كانت كل الانباء اللي كانت لعيب اساسي دلوقتي حسام عاشور حسام عاشور مش في فكر ريني فايلر نهائي انه يلعب بشكل اساسي، بس ده ملوش علاقه بالتدريب لا مضطر لده، لا طبعا ملوش علاقه بالتدريب، التدريب العادي دي قصه ثانيه او تجديد العقد دي قصه ثانيه خالص، لان هو موجود هو بيخش السكور بدل بيخش السكور يبقى موجود في القوائم، بس هو مش عند ريني فايلر ما يلعبش اساسي، بدليل على فكره ده مش كلامي ده بدليل الماتشات اللي فاتت ريني فايلر ما لعبوش ولا ماتش اساسي تمام، وحتى كان في ماتشات كتير يعني ما بيشاركش اساسا ولا بيشارك كبديل، اغلبيه الماتشات ما كانش بيشارك كبديل. فواضح ان حسام عاشور يعني برده بعيد الحسابات. وفي حاجه ثانيه برده تثبت النهارده لما حمدي فتحي اتصاب ماتش الجونه وبعدين ماتش النجم اتلعب بالفندر واحد لعب عمرو السوليه وجنبه من قدام قفشه، يعني هو لعب قفشه على حساب غير طريقه اللعب معنى تغيير طريقه اللعب ان ديفندر اتصاب لك، ديفندر المفروض ديفندر دفاعي يعني معروف ان السوليه هو اللي بيلعب 8 ومعروف ان حمدي فتحي هو الستة. طب انت اتصاب الستة عندك 2 6 بره، عندك اليو ديانج وعندك حسام عاشور، قررت انت ما تلعبش باي حد فيهم في الماتش الضعيف وفي الماتش القوي، يعني مثلا ممكن ناس تقول لي عشان مثلا ماتش الجونه فتمام غير الطريقه فغير الطريقه مثلا وانا عايز اهاجم و فلعبت قفشه، لا ده كمان في ماتش النجم الساحلي في تونس بتلعب بقفشه ثاني، فده معناها ان انا من وجهه نظري ان مفيش اي قناعه باليو ديانج او مفيش قناعه ان انت تلعب بيه بشكل اساسي، ممكن يبقى بديل، ممكن تكون بتعد للمستقبل كاليو ديانج او ممكن حسام عاشور يبقى بديل، بس انت مش حاطط في دماغك خالص ان هو ممكن يلعب بشكل اساسي، وده وفقا للي بيعمله فايلر.